النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم في نشرة الأحوال الجوية الرئيسية حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية كالعادة بإستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في طقس العرب توضح لكم هذه الصور خلو سماء المملكة من أي تواجد للسحب مع ساعات نهار هذا اليوم الأحد، لكن مع ساعات الصباح لكن نلاحظ معكم بقايا الضباب الذي قد تشكل بالفعل فوق مناطق السهول ومناطق البادية، شمل بذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي. كذلك الحال نلاحظ في عرض البحر الأبيض المتوسط وجود تشكيلات من السحب متوسطة وعالية الارتفاع. هذه السحب تدريجيا في طريقها إلى الحركة نحو الشرق إلى مناطق بلاد الشام والحوض الشرقي للمتوسط بما فيها المملكة، وستظهر على عدة مراحل خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن خرائط درجات حرارة في طبقة 850 ملي بار أو طبقات الجو المنخفضة من الغلاف الجوي. نلاحظ معكم اندفاع لهواء دافئ وأكثر دفئا من المعتاد وأكثر جفافا من المعتاد، مرافق لنشوء مرتفع جوي في طبقات الجو كافة خلال الأيام الحالية. هذه الكتلة الهوائية الدافئة وأكثر دفئا من المعتاد تتوقع أن تتقدم من مناطق جمهورية مصر والسودان، حتى كذلك الحال غرب وشمال الجزيرة العربية مباشرة نحو مناطق بلاد الشام. لاحظوا معي هذه الألوان داكنة تدل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح وكبير إلى أعلى من حاجز 20 درجة مئوية طوال الأيام القادمة وحتى يوم الخميس القادم، حيث توقعات بتزايد هذا الدفء بشكل كبير في الأجواء يوم الأربعاء تحديدا وحتى القسم الأول من يوم الخميس. لكن نلاحظ معكم وجود أيضا هواء بارد في ذات الطبقة أو الطبقات المنخفضة داخل الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط. هذه الهواء البارد مصاحب لكتلة هواء باردة تتموضع فوق تلك المناطق، تتحرك بشكل تدريجي إلى داخل الأراضي الليبية ثم الأراضي المصرية، وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي، وهي مرافقة لنشوء حالة جوية جديدة سنتحدث عنها الآن نتيجة استمرار تمركز مرتفع جوي في مناطق عديدة وهامة في القارة الأوروبية في الأجزاء الجنوبية منها والأجزاء الغربية. كذلك الحال يتوقع اندفاع كتلة هوائية باردة من داخل الأراضي الأوروبية مباشرة نحو الصحراء الليبية ثم الصحراء المصرية. هذا التحرك لهذا الهواء البارد وهذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية ومترافق أيضا بالرطوبة، كذلك الحال يتزامن مع اندفاع لمنخفض السودان ومصر الحراري أو المعروف بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب. هذا الاندفاع نحو المنطقة بالتزامن مع هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو عالية سيؤدي إلى ولادة منظومة جوية جديدة مع عطلة نهاية الأسبوع القادمة. ستتمركز هذه المنظومة الجوية في بداية فوق الأراضي المصرية وشمال الأراضي المصرية، ذلك سيؤدي إلى نشوء منخفض جوي عميق في تلك المناطق. هذا المنخفض الجوي مرفق بجبهة هوائية باردة غير مستقرة، متوقع أن تعبر البلاد مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة القادمة. تسبق هذه الجبهة الهوائية الباردة غير المستقرة بهبوب قوي للرياح الجنوبية الشرقية يوم الخميس، والتي بدورها ستعمل على إثارة كبيرة للغبار والأتربة القادمة من مناطق شمال الجزيرة العربية ومناطق شرق المملكة نحو المدن الأردنية الرئيسية بما فيها العاصمة عمان. طبعا الحديث هنا عن يوم الخميس القادم، هذه كلها التغيرات والجمعة التغيرات كلها واردة خلال الأيام القادمة، لكن كمنظومة جوية متوقع أن تولد في المنطقة فوق الأراضي المصرية. هذه المنظومة الجوية تتسم بانخفاض الضغط الجوي السطحي فيها، كذلك الحال عبور جبهة هوائية باردة غير مستقرة ثم توجه هذا المنخفض الجوي السطحي بالحركة شرقا نحو مناطق بلاد الشام، وذلك يومي السبت والأحد القادمين. وهذا هو إيجاز بشكل عام عن هذه المنظومة الجوية، سنتحدث عنها بشيء من التفصيل خلال الأيام القليلة القادمة. كذلك الحال نلاحظ معكم من خرائط طبقات الجو العالية درجات حارة في هذه الطبقات، نلاحظ معكم مع ساعات نهار يوم الخميس توجه هذا الهواء البارد من الصحراء الليبية إلى داخل الصحراء المصرية وحدوث التلاقي فوق منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة، وذلك مع ساعات فجر
وصباح يوم الجمعة. أيضا العام الآخر الذي تحدثنا عنه تترافق به هذه المنظومة الجوية هو نشاط كبير للرياح. لاحظوا مع يوم الخميس كيف أن هبات الرياح الشرقية تزداد نشاطا بشكل واضح خلال ساعات النهار. هذه الألوان الداكنة تدل على نشاط الرياح الشرقية بشكل واضح وكبير. لاحظوا مع جميع المنطقة برمتها هي تتحدث تأثير رياح شرقية نشطة السرعة في هذا الجزء، في حين أن الجزء الغربي منها وتحت تأثير رياح غربية قوية تابعة للمنخفض الجوي الذي سيتوقع أن يتشكل إلى الشمال من الأراضي المصرية. هذا الاختلاف في سرعة الرياح وفي اتجاه الرياح من المحتمل أن يؤدي إلى نشوء موجات غبارية كثيفة في المنطقة، سنتحدث عنها بالتفصيل خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله. نعود معكم الحديث عن الأيام الثلاثة القادمة في العاصمة عمان والمدن الأردنية. كما تحدثنا ارتفاعات تدريجية ومتتالية الحارة تصل يومي الاثنين والثلاثاء إلى حدود 20 درجة مئوية، وهي بالتالي أعلى من المعدلات المفترضة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية. في حين نلاحظ معكم يوم الأربعاء ارتفاع آخر ملموس الحارة لتصل في العاصمة عمان والمدن الأردنية إلى حدود 25 درجة مئوية، أجواء مائلة للدفء مع ساعات الظهيرة. لكن كما تحدثنا يوم الأربعاء هو اليوم المستقر الأخير في هذا الأسبوع تمهيدا للأحوال الجوية غير مستقرة ابتداء من الخميس وفي الفترة التي تلي الخميس بمشيئة الله. إذا نلخص هذه النشرة الجوية بأن هنالك أجواء ودرجات حرارة عشرينية خلال معظم أيام الأسبوع الحالي، مترافقة أيضا بظهور سحب على ارتفاعات متوسطة وعالية من النوع غير المنطر، ومراقبة نشوء حالة جوية جديدة مع نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.